هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا، الترجمة والمونتاج والصوت لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي مرمالادا دي إيغو بروبارادا بولا شيف أكاديميكا إيفا، بمعنى مربى التين من إعداد الشيف الأكاديمي إيفا. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. لذيذة وشهية، ويمكنكم تناولها مع وجبة الفطور مع القشطة والمكسرات والفواكه المجففة، كما ويمكنكم وضعها على شرائح من الخبز الناشف وتناولها مع الزبدة والجوز. سوف أضع لكم في صندوق الوصف كذا وصفة للمربيات التي تم إعدادها على قناتنا. متابعينا الكرام وكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، قبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة مع الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير: قدح ونصف من الماء يعادل 350 مللتر، كيلو كامل من التين، كيلو ونصف من السكر، ملعقة صغيرة من ملح الليمون، وعصير ليمونة كاملة. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأخذ قدر نظيف أضعه على النار هكذا. الآن سأضع بما مقداره 1.5 قدح ماء يعادل 350 مللتر. أخذت الليمونة وقسمتها إلى قسمين، والآن سأخذ عصيرها هكذا. نأخذ النصف الثاني من الليمونة ونعصره هكذا. انتهينا. والآن أضع عصير الليمونة مع الماء في داخل القدر. الآن سأضع السكر 1.5 كيلو، وضعتها في القدر مع الماء وعصير الليمونة. الآن أخذ التين، سأعمل على تنظيفه من هذه الندب. ونستمر حتى نفاذ الكمية معنا. نضع التين جانبا بعدما انتهينا من تنظيفه، وننتظر حتى يبدأ السكر مع الماء بالغليان ويأخذ فترة من الزمن يغلي فيها. الآن سأضع ملح الليمون، ملعقة شاي صغيرة، ها هي. بعد ذلك أحاول تحريك السكر
مع الماء ليذوب تماما ويأخذ قوام. غليظ بعض الشيء، في هذه الأثناء أعمل على تثقيب التين برأس السكين هكذا. ونستمر حتى نفاذ الكمية. وبعدما أخذ القوام المطلوب سأضع فيه حبات التين. هذه الخطوة مهمة جدا، نحن نريد أن تكون حبات التين معنا متكاملة عند إخراج المربى. نضع الحبات هكذا دون تحريكها، سندعها تغلي لمدة 10 دقائق، بعد ذلك سأطفئ النار. في هذه الأثناء وبعدما يبرد مربى التين معنا تماما، نضعه في برطمانات نظيفة ومجففة. ملاحظة، حذاري أن تضعوا المربى وهي ساخنة في البرطمانات. هذه المربى يمكنكم الاحتفاظ بها لمدة عام كامل. ها هي المربى قد انتهت، أترون؟ وها هي باردة معنا، وحبات التين. محتفظة بقوامها كما ترون. أضعها في البرطمانات. هكذا. والآن سأضعه في كاسة صغيرة وأريكم كيفية تقديمه. ها هو، وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، مرمالادا دي ايغو بروبارادا بور لا شيف اكاديميكا ايفا
مربتين من إعداد الشيف الأكاديمي إيفا قد أصبحت جاهزة بألف صحة وعافية. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعينا الكرام وكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، والضغط على زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أحبكم كثيرا وأستودعكم الله. أديوس.